دلوقتي عندنا الموس الفراولة اللي هنعمله، والوصفة دي بتقدروا تعملوا بيها أي نوع موس بالفاكهة اللي انتوا بتحبوها. أول حاجة عندنا هنا كوباية مية، عندنا علبة حليب مبخر، والحليب المبخر للي ما يعرفوش هو اللي بيتحط مع الشاي وما بيبقاش فيه سكر. عندنا كمان هنا 2 جيلو فراولة، وعندنا كوبايتين من عصير الفراولة الطازة. أول حاجة عملناها حطينا كوباية المية على النار علشان تسخن، ونحط معاها الجيلو، والجيلو يدوب خالص، عايزين الجيلو يدوب تماما. الوصفة دي جربت مرة أعملها من غير خلاط، الصراحة ما زبطتش. السر في الخلاط، معرفش ايه هو السر، بس لازم تتحط في الخلاط، ما مش عارفه ليه. فاعملوا الوصفه زي ما انا هعملها بالظبط علشان تظبط معاكم، ويبقى معاكم احلى موس بجد ممكن تدوقوه. اعملوه باي نوع مانجا بقى انتوا عايزينه، اناناس، كيوي، مانجا، زي ما انتوا عايزين. طيب احنا كده عندنا هنا الجيلو، 2 جيلو فراولة دابوا مع كوباية المية، تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنشيلها من على النار، وهنحط معاها فراولة هنا، بس واحدة كده تهدي شوية من البرودة، من السخونية اسفة. خلاص هناخد دلوقتي اللبن المبخر هنحطه في الخلاط، وهناخد عصير الفراولة بقيته. يعني احنا اخدنا كوباية حطيناها مع الجيلو على النار، والكوباية التانية حطيناها مع اللبن المبخر، وهنضربهم في الخلاط مع بعض هنا الاول، وبعدين نحط عليهم الجيلو بتاعنا وهو سخن كده. الجيلو والعصير، كوباية العصير. انا عملت هنا شوية كريمة مخفوقة، وهحطها على الموس عندنا هنا. تمام كده نحط لها شويه من اي زينه كيك كده تكون يعني ناعمه كده لذيذه، فانا اخترت لون ابيض، نحط شويه كده ابيض، شويه بس. ناعم، يعني انا عايزه حاجه ناعمه كده. طبعا دي بتتباع عند كل بتوع الحلويات.